يا عم وجبها لك يا عم، يا عم وجبها لك يا عم، يا عم يا عم وجبها لك يا عم، يا عم ادخل يا عم يعني اخش اشرب تخمه كده مالك انت يا عم انت بتشتري بقى اشرب انت بعمل وانت يا عم اجيب الفلوس يا عم الله يغفر الذنوب يا عم ولا فيكم ولا شاشه انت مالك انت يا الشيخ هيقول انا فزوت يا عم ولا اي لا انا اعمل قاعد اعمل لها ده عادي صوت يا عم والجمع راس مالك انت ولو شارب الخمر اه هنا يا شيخ قعد اسال تعالى بس الشيخ دخل الجامع شرب خمره ولعب سجاير وكان اضرب بالسيجاره ايه هو فعل عن جنب؟ لا يا صاحبي لا يا صاحبي طب مش معاك انا الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله كابتن جاهز قلت لي خليه يصلي او دينا في الصلاة لا لا عمره فترة يا عم مش كده عايش لا 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 اكيد مالوش شغل قوم يا عم من نومك وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد كده الله سبحانه وتعالى يعني الانسان هتاتيه المنيه في اي مكان وكان هيموت بره ولكن الله سبحانه وتعالى عندما اراد له بالخير